السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التقرير، يعني التقارير وين سبع مدن مغربية مرشحة لاحتضان كأس العالم. سبع مدن يعني مرشحة لاحتضان كأس العالم يعني 2030، وست مدن إسبانية ومدينتين في البرتغال. يعني المغرب راهي داخلة بقوة بسبع ملاعب، يعني سبع مدن وسبع ملاعب لاحتضان، يعني المرشحة لاحتضان كأس العالم إن شاء الله بربي بالتوفيق لخاوتنا إن شاء الله في الملف، يعني ويجيبوا به أرقام ويجيبوا به يعني إن شاء الله بربي يجيبوا به أهداف. يعني هذه مبادرات، هذه مليحة، هذه محاولات. دائما لا تيأس، حاول، عندك حلم حقه. راهم من 94، راهم من 94 هما يجروا عليها، راهم من 94. هذه يا خويا ناس يعني ما كان زعقة. وكشف تقارير إنجليزية عن الملاعب المغربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. وحسب التقارير نشرها موقع ستاديوم دي بي العالمي، فإن سبع مدن مغربية ستحتضن مونديال 2030، ويتعلق الأمر بدار البيضاء، فاس، الرباط، وجدة، طنجة، مراكش وأكادير. يعني بالهذه المناسبة عندي تحية لخونا محمد من ناظور عالية. هذا وأضاف المصدر ذاته أن المغرب مرشح لاحتضان هذه التظاهرة العالمية بسبع ملاعب، وهي الملعب أكادير الكبير، الملعب أكادير الكبير يعني الملعب الكبير، ملعب الكبير مراكش، ملعب الكبير بدار البيضاء، ملعب أمير مولاي عبد الله بالرباط، ملعب فاس، ملعب طنجة الكبير، وملعب وجدة. وأكد نفس الموقع أن إسبانيا ستقدم ثمان ملاعب تتواجد في ست مدن، وهي يعني نقولوا بلي برشلونة ملعبين، مدريد ملعبين، فالنسيا وإشبيلية وبيلباو. وبخصوص البرتغال وفق لنفس المصادر فإنها ستشارك بثلاث ملاعب. ونقولوا وبخصوص البرتغال وفق لنفس المصادر فإنها ستشارك بثلاث ملاعب ومدينتين، وهي لشبونة بملعبين وبورتو بملعب واحد. وأشار التقرير ذاته إلى أن ملف المغربي وعد ببناء ملعبين جديدين، ويتعلق الأمر بملعب دار البيضاء والذي تصل سعته إلى 93,000 يعني متفرج، وملعب وجدة 55، ملعب جديد كذلك في وجدة يعني 55,000 متفرج. أختو وقلت لكم بلي غادي يبنوا زوج ملاعب، وهذه نقول لكم غادي يبنوا الناس، غادي تبني الناس، غادي كيف انا الشيطان. انا حنا عندنا ملاعب، عندنا ما شاء الله عندنا، بصح هما راهم لازم انك عشت الى يقبلوا لك الدوسي تاعك، يقبلوا لك ملف، كي يقبلوا لك ملف تما راه عندك ملاعب ومعترفين بك انت عندك، ومن بعد يعاودوا تعاود تترشح، يقبلوا لك بعد يعاود تعاود تترشح، يقبلوا لك بعد تعاود تقدر ترشح التاليه 2026، يقبلوا لك وترشح. في ست خطرات يا سي محمد يترشحوا لها، ماشي غير اليوم. وزيد نعطيكم حاجه فانيك اللي غادي يجتمعوا لو 19 حسب المعلومات اللي كاينين، وين غادي يجتمعوا يعني 19 وين كاس العالم 2030، يعني اول يعني اجتماع للجنه التنسيقيه المشتركه بين المغرب واسبانيا والبرتغال لاعداد ملف ترشح مشترك، سيقام في مدريد في 19 من شهر الحالي بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني
يعني ورئيس رئيس اتحادية لكرة القدم الإسبانية ورئيس كرة القدم البرتغالية مع أعضاء مع الناس يعني، وفيها اجتماعات من الفيفا وفيها اجتماعات، ماشي غير هكا تحسبوا نتوما بلي غير هكا زيت في الريحة، لا ناس غادي الناس هي تخدم. لازم 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 الناس تعطيك تهدر على الاخر يا الله، لا شي سهلة لازم منا، حنا نضرب لازم منا، لازم منا ماشي قضية رانا ضد ماشي قضية، لازم منا حنا نضرب لازم منا الناس يعني تكون عندنا. راك تشوف كيفاش راني نقرا في واحد ستاتي يعني والله لا على بالك الناس كيفاش على بالك بلي راهي مرشحة بلي المغرب يعني كانت قادرة، قالك كانت قادرة تنظم تنجم تنظم كأس العالم وحدها، قالك 48 فريق ولا معرفتش شحال منتخب قالك تنظمها وحدها، قالك من ناحية الملاعب من ناحية الطرقات من ناحية لي زوتيل من ناحية المستشفيات من ناحية الأمن من ناحية قالك تنظمها وحدها. والله لا يلا ولا هذه مشي أنا قلتها، يقول فيها صحافي برتغالي، صحافي برتغالي اللي بلادو مترشح، قالك كان قادر المغرب وحده يترشح، قالك كان قادر وحده يترشح، قالك وحده يترشح، قالك عنده قادر قالك قادر يقدم حتى يعني 12 ملعب يعني 12 ملعب يعني مكاش مشكل، قالك يتقدم ب 12 ملعب مكاش مشكل، شتي لا تقدم ب 12 ملعب نتايا ولا قالك مكاش مشكل تقدم 12 ملعب، قالك من ناحية الملاعب من ناحية يعني الراحة من ناحية الاستقبال من ناحية قالك ما قالك حاجة سيفيستيكي قالك ما كان زعقة كاع كاش قالك شو الناس شو الناس كيفاش هادي يا خويا ناس تخدم ناس مزي على بالك هي سهلة هي سهلة باش تخدم سهلة باش تطور روحك سهلة هي سهلة سهلة هي عندك كل ما عندك كل منصب واحد يخدم خدمته برك كل منصب يخدم خدمته كل واحد يخدم خدمته هذا مكان هي هذه سهلة هي راي في المغرب انا تبعت واحد الاخر في المغرب يهدر ولا في السينيغال هدر داك سانغور وهدر يعني قال لهم حنايا في الاعضاء حاطين كل واحد يخدم خدمته هنا في المغرب شاهدنا قال لك كل واحد يخدم خدمته هذه الناس تخدم خدمتها وكل واحد يخدم خدمته هذا مكان ما زايد عليها ما منقص عليها يخدم خدمته يجي على 8 تاع الصباح يكمل 12 يروح يفطر يعاود يولي يكمل 4 ويخرج وخدمته يعني قانون ناس رجحت كيما هكا هذه هي ودايرين واحد يحكم فيهم دايرين واحد يمشي فيهم يعني حاجه ما تلعبش معاه سبحان الله نقول لكم احنا الله يسهل ماشي الله يسهل ما سكتوش عليكم صح اللي يخدم لا يعطي الصحة خويا اللي يخدم لا يعطي الصحة هذه هي اللي يخدم لا يعطي الصحة خويا اللي يخدم لا يعطي الصحة خويا
نشوف الملاعب جديد، ملاعب خد اخرين بين ثلاث زوج ملاعب بين اخرهم. قال لك ودي والله العالميه هذه يسهل عليهم ربي معاهم ان شاء الله. لا تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحه فطوركم.